أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 7 إصابات جديدة بفيروس إنفلونزا الخنازير، ليصل إجمالي الحالات المصابة في مصر منذ ظهور المرض حتى الآن إلى 1118 حالة. من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقارير حول الموقف بالنسبة للمرض، فيما أكد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي أنه لا توجد أي نية لإغلاق المدارس والجامعات حاليا، وأن الحالة الصحية بصورة عامة مطمئنة للغاية. نجاح برنامج حملة وزارة الصحة والتعليم في زيادة الوعي المجتمعي باستمرار درجة الاستعداد في التعامل مع مرض إنفلونزا الخنازير H1N1 كان على رأس أولويات أجندة اجتماع مجلس الوزراء 77 برئاسة الدكتور أحمد نظيف، حيث أكد المجلس على أن معدل الإصابة لا يزال في المستوى العادي، وأن سير العملية التعليمية بالمدارس والجامعات مستقر حتى الآن. عندنا 40,000 مدرسة، لما حتى الآن أغلقت مدرستين، لو أغلقت حتى 40 منهم فهي 1 في 1000. لكن فليست، ده برضو رد على بعض الجرائد اللي هي كانت بترى أنه هناك هلع ولا يجب أن نبدأ الدراسة. تجربتنا الحمد لله حتى الآن، وبرضو احنا دايما بنقول بنأخذ الحذر في التفاؤل أو التشاؤم، حتى الآن التجربة مفيدة، أفادت العمليات التعليمية، عملية الانتشار لم تزيد عن حدها. الدراسة، التقييم وزارة الصحة أن الدراسة لم تؤثر على انتشار المرض. هذا وقد عرض الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ملامح الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي دفعا للتنمية البشرية ومساهمة في تطوير وتنمية المجتمع اقتصاديا وتكنولوجيا، وذلك من خلال إعداد خريج متميز قائم على الجودة والمهارات العالية وقادر على المنافسة في سوق العمل. التركيز المجتمعي على الجوانب الإنسانية أكثر ماشي غلط، يعني تركيز المجتمع على الجوانب الإنسانية بسبب سهولة الدراسة، والمجتمع محتاج أكتر جوانب تكنولوجية وفنية. الموضوع بالعكس، يعني 70% فني، أنت محتاج 80% عملي و 30 ولا 20% نظري. هذا وقد وافق المجلس على إضافة مشروع تطوير التعليم الثانوي بالخطة الخمسية السادسة بموازنة وزارة التربية والتعليم باستثمارات قدرها 2.5 مليار جنيه. عدم تأثر مرض إنفلونزا الخنازير ببدء العام الدراسي الجديد من حيث حالات الإصابة العادية والمستقرة، والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل كانت على رأس أولويات أجندة اجتماع مجلس الوزراء 77 برئاسة الدكتور أحمد نظيف، سعيا لتحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة. من مقر مجلس الوزراء، ريهام توكل النيل، قناة مصر الإخبارية.